أهلا بكم. بعد جدال وقيل وقال، أدانت محكمة فرنسية الفنان سعد المجرد بواقعة اغتصاب الشابة لورا في أحد فنادق باريس رغم نفي المجرد المتكرر. وهنا بدأ الجدال، فنانون وإعلاميون يعبرون عن سعادتهم بالقرار وتحقيق العدالة، وآخرون وقفوا إلى جانب المجرد، وقفوا بجانبه فقط لأنه زميلهم في المهنة أو لأنهم أصدقاء على المستوى الشخصي، لكن هل هذا يسمح لهم بالوقوف إلى جانب المدان على حساب الضحية؟ وإذا كانت هناك مؤامرة في فرنسا ضده، فلماذا هو متهم أيضا بقضايا تحرش واغتصاب في بلده المغرب وأمريكا وبلجيكا؟ 10 أيام هي فرصة المجرد الأخيرة، فهل سيتغير الحكم لصالحه؟ أناقش التفاصيل مع ضيوف حلقة الليلة من استوديو الآن الذي يأتيكم من دبي. أهلا بكم. بالكاتبة والإعلامية رولا ناصر من بيروت، ومن طنجة سناء حكمي الكاتبة والصحفية والنسوية المغربية، ومن الدار البيضاء عبر الهاتف الكاتب والإعلامي خالد قرطبي. أهلا بكم، وأبدأ مع خالد قرطبي الكاتب والإعلامي عبر الهاتف تحديدا. أهلا بك مجددا سيد خالد، وأسألك، لا أعلم، أود في البداية أن أسألك عن موقفك مما جرى، هل أنت مع الحكم الذي صدر ضد سعد أم العكس؟ وكيف ترى القضية من ما جرى من جدال حتى إعلامي وصل إلى مرحلة أنه بعض الشخصيات حتى قامت بحظر شخصيات أخرى من الإعلاميين والفنانين لأنهم وقفوا معه أو كانوا ضده؟ بالفعل تحياتي لك سجد والمشاهدين الكرام. إذن لابد من التذكير أنه سعد المجرد نجم وكان فني يعتقد الكثير في المغربي والعربي، حيث أنه قام بإنجازات كبيرة في المسيرة الفنية، ويعتبر نجم عابر للقارات من خلال حساب المشاهدات العالية التي تعتقد قرار المشاهدة. وكيف كيعلم الجميع بأن ضروري لأي نجاح ضريبة، ويمكن أن القول أنه سعد يؤدي ضريبة نجاحته، بحيث كيف ما كنعرفوا عندما يصنع نجمك هامش تصيد واخطاء يكون كبير. اذا كيف ما قلت بالنسبه لي لا زالت هناك فرصه امام دفاعي سعد، وسعد لاثبات براءته في الاستئناف، خصوصا ان سعد ينفي بكونه انه قام بجرم اغتصاب. وكيف ما كنعرفوا ان القرائن والتصريحات التي بنت عليها المحكمه وكذلك هيئه المحلفين حكمها ليست مدعمه باي حجج او بدليل طبي او ادله ماديه، بل هي كانت فقط تصريحات وقرائن. يعني بالنسبه لي سجد، يعني لدي كل ثقه في نزاهه القضاء الفرنسي بالفعل، ولا بد ان نترك المجال للقضاء لاعطائه كلمته، لان كيف ما قالت الزميله الاولى تكلمت بان اصبحت قضيه راي عام، وهناك تاثير كبير للراي العام في هذا القضيه. كان معنا الكاتب والاعلامي خالد قرطبي، شكرا لكم ضيوفي الكرام ولكم مشاهدينا على المتابعة. نلتقيكم في حلقات مقبلة، في أمان الله.